السلام عليكم، مرحبا بكم قناتكم مروان. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. نعمل معكم بزاف الفيديوهات ان شاء الله. دابا انا كنوريكم هنا اللي تجي نصور معكم واحد المنظر هنا في البانسيون الخير. انا كنغلب البوطه هنا يعني في الكامبو كما كتشوفوا معايا. هنا عند اللي تجي هنا يعني عطيشين، هنا مؤد ملاهم. هذا جناوهم، هذا الشيء اللي هنا اللي كتشوفوا معايا، هذا غير سامحين فيهم مولاهم. خرد اللي تشي كيما كتشوفوا اللي عزيز قطع اللي تشي ياكل. هنا بلاصة الفلاحة، بغيت نصور معكم بزاف ديال الفيديوهات، ولكن كاين فوضى غير كتعمر لي. شوفوا هذا خرد اللي تشي، هو كله قص زهر. واحد المنظر داخل غزال. انا دابا فوسط الربيع كنغدي فوسط البوطه، ولكن خايفه ناش من يكون شي بلاصه هنا نطيح فيها، لان فوسط الربيع. شوف على الاخر الجهه اللي بقى عامره، الخير تبارك الله. استنوني في الفيديوهات اللي جايين. هذا عملت معكم يعني كنهضر معكم على المباشر، غنخلي نفس الصوت. اللي تشين داخل كيفاش نعمر. هو صافي، انا مج الاخ ديالي كيعيط لي لان الحاله الشتاء، بغينا نمشيو بحالنا. واليوم انا مقطعه غنمشي بحالي ان شاء الله يا ربي. دابا نشارك معكم شي فيديو. صافي يعني نهار الاثنين خصني نصبح خدامه، غنمشي مقطع اليوم مع استاذ العشيه، وغنوصل حتى نغدا في الصباح مع ديك 5:30 الصباح او 6. على 5:30 الصباح ولا 6 الصباح، يعني هذه اول جوله ديالي كبيره بزاف، لان قيسها طويله، عمري ما سافرت هذه المسافره هيدا بعيده. هذا اول سفر ديالي بعيد بزاف، لان كان هو المغرب قريبه، قريبه من الخزيرات، مع السيكون قريبه من الخزيرات، من البلاصه فين انا من الخزيرات 6 ساعات كنكون في قصر كبير في الدار ديالنا. دابا غنقول باش نقطع شويه المعدنوس، شويه من الجيه الكرافس، هذاك النعناع، الفليو،